السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. اليوم بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن بعض الأشياء، وأهم شيء بهذا الفيديو رح أحكي لكم قصة صارت الأسبوع الماضي، يعني من أقل من أسبوع، يعني بين الخمس والست أيام صارت. أنا يا جماعة بنفس الوقت عرفت بهاي القصة اللي صارت هي مع رفيقي، مع صديقي، بس ولكن ما كان عندي الوقت لحتى أصور لكم الفيديو ونزل لكم فيديو، تمام؟ لذلك أجلتها لحتى ما صار عندي وقت وصور لكم الفيديو. مثل ما لكم شايفين، ما بعرف إذا صوت الأمواج عم يزعجكم ولا لا. المهم نحكي لكم عن هاي القصة يا جماعة، صارت هي مع رفيقي. هذا رفيقي طلع معي لما حاولت أنا بالمرة الثانية والثالثة، هذا رفيقي كان معي، تمام يا جماعة؟ وحكيت لكم عليه بأحد الفيديوهات، قلت لكم رفيقي حاول مرتين ومسك مع ربارية، كان معه مهربين وكذا. هذا على أساس استنانا نطلع كلياتنا بعد العيد، بس ولكن هذا الزلمة مستعجل ما بعرف كيف، فحابب يطلع بسرعة. يا جماعة رجع هذا الشخص شيك مع شخص مبلغ ما بعرف بين 2500 ل 3000، شيك معه على اساس لسالونيك ومشي يوم واحد، بعدين بتجي سيارة التحميل وبتاخدهم، طبعا قبل اريانا بكتير، تمام؟ مشي يوم واحد بعدين بتجي سيارة وبتاخدهم. لكن يا جماعة صارت مع هذا رفيقي، صارت قصة عن جد يا جماعة غريبة عجيبة. لحد الآن أنا شاد بسمع قصص، يعني قصة جديدة وصارت عندي، صار عندي كركبة، وما بعرف الوضع شو عم بيصير على الحدود، ما بعرف، الله أعلم. بحكي لكم القصة مثل ما صارت مع رفيقي. رفيقي بعد ما شيك هالمبلغ بيطلعوا بالسيارة كلياتهم وبيروحوا عقدرنا على المكان الحدودي هاللي هو، وهنيك بيكتشف رفيقي بانه في واحد من الجروب من المجموعة معاق، موجود اجر وحدة فقط، الاجر الثانية ماي موجودة. الاجر الثانية بيمشي على العكازة. طبعا يا جماعة نحن ما عم نحكي عليه لانه معاق، بس ولكن يعني مثل ما بتعرفوا الاشخاص يلي عندهم اجرين ويلي بيمشوا منيح صاير الطريق صعب عليهم كتير، في رقد، في جبال، في غابات. فرفيقي انزعج كتير وحكى مع المهرب انه انت كيف جايب هيك شخص، يعني الله يعينه ما عم نحكي عليه، بس ولكن يعني طريق علينا صعب. طبعا بعد ما صار شوية حكي تركوا الشخص معهم وضلوا ماشيين. المهم يا جماعة بعد ما وصلوا لنقطة قريبة من النهر قعدوا يزبطوا وضعهم علشان يعبروا، وإذ يا جماعة بيجي المهرب يلي معهم، المهرب يلي معهم بيجي اتصال من مهرب تاني، ما بعرف كيف صار هن المهربين كيف بتصير بيناتهم. بيحكي له المهرب الثاني بانه في مجموعة لمغامرون بلا حدود، تمام؟ في مجموعة لمغامرون بلا حدود قريبة عليكم، يعني مو بعيدة، قريبة عليكم، بس ولكن بدكم سيارة لتوصلوا لها. هاي المجموعة بعد ما وصلت لجنب النهر اجاها البوليس التركي، الجندرمة التركية، الجندرمة التركية، ما بعرف شو صار بيناتهم الله أعلم، بس ولكن المجموعة كلياتها أكلت ضرب، والمهرب كمان أكل ضرب، وأخذوا لهم البلم وضلوا ماشيين. يعني المجموعة أكلت ضرب واتاخد منها البلم وضلت موجودة. فحكوا هن مع المهرب طبعا الأشخاص المغامرون، ما بعرف كيف هن بصيروا، وقالوا لهم هيك هيك صار معنا. فهدول الاشخاص المسؤولين عنهم اتواصلوا مع المجموعة يلي فيها رفيقي، قالوا لهم انه خدوا بلم وروحوا قطعوهم، او بتحبوا خدوا سيارة وروحوا جيبوا هالمجموعة لعندكم، قطعوا كلياتكم مع بعض اللي بتختاروا،
المهم روحوا ساعدوهم. طبعا هون المهرب يلي كان المهرب اللي كان مع رفيقي يعني هو قائد مجموعتهم، هدوليك المجموعة أكيد لما بده يقطعهم راح ياخد عليهم مصاري، فهو غرته المصاري وقال لهم أنا بدي أروح أجيب المجموعة وهيك، فما بيقدروا يعملوا شيء. ضلوا هن كلياتهم قاعدين، المهرب وشخص تاني طلعوا من المنطقة، طبعا بعتوا لهم سيارة طلعوا من المنطقة، راحوا على المنطقة اللي فيها هديك المجموعة تبعت مغامرون، راحوا لهنيك أخذوا المجموعة كلياتها وجابوها لعندهم. طبعا المجموعة التانية يلي تبعت مغامرون فيها نسوان، وحدة تنتين ثلاثة أنا ما بعرف، ما حكى لي العدد، بس ولكن فيها نسوان. تمام، الجو هون غير شكل، شوي بتطلع الشمس بصير شوب وشوي تروح الشمس بصير برد كتير. المهم فيا جماعة بعد ما اختلطوا المجموعتين كليتهم مع بعضهم، فبيقول المهرب انه كلياتنا رح نقطع سوا. طبعا يا جماعة المجموعة يلي فيها رفيقي عددهم تقريبا 6 7 اشخاص، وهدوليك تبعيت مغامرون عددهم 13 شخص. تمام، بعد ما صاروا كلياتهم مجموعة وحدة تقريبا شي 20 شخص صاروا. تمام، بعد ما صاروا مجموعة وحدة، طبعا نسيت لكم يا جماعة روحت مني، المهرب تبع رفيقي المهرب قائد المجموعة تبعيت رفيقي لما راح ليجيب المجموعة تبعيت مغامرون لما وصلوا لعندهم أكل ضرب من الجندرمة التركية هو واللي راح معه. تمام، أكلوا ضرب وأخذوا المجموعة ورجعوا فيهم لعند هاي النقطة. لما وصلوا لهي النقطة اختلفوا المهربين بين بعضهم كلياتهم انه نحن اكلنا ضرب، في اشخاص اكلوا ضرب من المهربين، في اشخاص ما اكلوا كانوا عم يستنوا مع المجموعة، فصار اختلاف كتير وكبير بيناتهم، وصاروا يعيطوا قدام الاشخاص يعني اللي بدهم يقطعوا بقولوا لهم هن النفرات، صاروا يعيطوا قدامهم وصارت مشكلة كبيرة، بس ولكن بالأخير حلوها بينات بعضهم وجابوا البلم كلياتهم قطعوا ودخلوا بالأحراش. تمام، قطعوا النهر ودخلوا بالأحراش. بعد ما دخلوا بالأحراش يا جماعة وصلوا للنهر، وصلوا للأوتوبان، بتعرفوا للأوتوبان، وصلوا للأوتوبان وبدهم يقطعوه، بس ولكن عددهم كبير صاروا يقطعوه نص مجموعة وبعدين النص المجموعة الثانية. قطعت أول شيء المجموعة يلي فيها رفيقي، مجموعة رفيقي، وضلت مجموعة مغامرون. فهون يا جماعة أنا ليش بقولكم بالتعليقات ونصحتكم من قبل وهلا برجع بنصحكم يا جماعة، النسوان أقسم بالله أنا شفت في عيني النسوان حرام تطلع بهذا الطريق، أقسم بالله يا جماعة كمية التحرش اللي بتصير على الطريق، اللي كان من الجروب اللي هي فيه اللي كان من البوليس من الطرفين، يا جماعة ديروا بالكم يعني بهذا الوضع إذا المرأة حدا تحرش فيها ما في بوليس تشتكي. تمام، فأنا بنصح أي حدا لا حدا يطالع نسوان نهائيا، لأني بصير كتير حالات تحرش فديروا بالكم. فالمهرب اللي كان مع قائد مجموعة رفيقي لما عرف هديك المجموعة نسوان وما نسوان، ما بعرف كم عدد النسوان اللي فيها، راح على اساس بده يساعدهم، بس ولكن حسب ما حكى لي رفيقي انه هو كذاب راح ليساعدهم بس مشان النسوان يلي معهم. فهون كمان صار اختلاف بيناتهم، صارت مجموعة على الطرف اليوناني يعني بعد الاوتوبان دخلوا لجوا، والمجموعة الثانية موجودة قبل الاوتوبان بدهم يقطعوا الاوتوبان. وبهي اللحظة يا جماعة اجت سيارة بوليس وحست بانه في شيء غلط، في شيء مهاجرين ما بعرف كيف حست، والمجموعة يلي جوا بدهم يدخلوا، قرروا انه يتركوا المجموعة الثانية ما ينتظروها ويدخلوا لجوا. تمام، والمجموعة هديك المهرب تبع قائد مجموعة رفيقي لما عرف انه هو احتمال يمسك وما احتمال يضل مع، طبعا المجموعة اللي فيها رفيقي
لو كانت دخلت بهداك الوقت كانت نفدت، حسب حكي رفيقي كانت نفدت 100%. بس ولكن المهرب يلي كان هو قائد مجموعة رفيقي كان هو رايح مع مجموعة مغامرون بس مشان النسوان، ولما عرف البوليس هيك وانه احتمال ما يقطع وهيك صارت المشكلة، فراح قدام سيارة البوليس يا جماعة، قطع الاوتوبان ودخل بالغابات ورا مجموعة رفيقي. تخيلوا على الغباء يلي صار يا جماعة، كل هذا مشان المهرب ما يرجع مع هديك المجموعة. طيب هديك المجموعة يلي كملت يلي انت قائدها، طب خلص خليهم يكملوا. لا، ترك هديك المجموعة تبعيت مغامرون ورقد ورا هديك المجموعة. يا جماعة بعد ما صار هذا الشيء، البوليس شاف هذا الشخص دخل على الغابة من هذا الطرف، ونزلوا البوليس وصار اعداد بوليس كتيرة لحقوهم، وظلت المجموعة تركض بالغابات وصار اطلاق نار لحتى المجموعة وقفت. حسب ما حكى لي رفيقي يا جماعة، هنن بالغابات دخلوا بالاحراش، ما بعرف كيف، اراضي زراعية. البوليس اليوناني حرس الحدود ضرب رصاص بالنار لاني ما كانوا عم يوقفوا. فلما صار اطلاق نار، المهرب بيقول لهم خلص وقفوا احسن ما يصيبنا احسن ما يضربنا. وقفوا وانمسكوا كلياتهم. طبعا البوليس هون كان معصب كتير، ولحسن الحظ ما ضربهم لمجموعة رفيقي، ما ضربهم بس، ولكن حكالهم قال لهم خلص يعني انتم مسكتوا، شو عم تساووا؟ ليش عم تهربوا؟ طبعا هذا رفيقي بيحكي انجليزي. اهم شيء يا جماعة، اهم شيء اذا في بالمجموعة شخص بيعرف لغة انجليزية فاكيد البوليس اليوناني رح ينبسط كتير، لاني هو بيحكوا لغة انجليزية، فاذا في شخص بيحكي انجليزي رح يفهم المجموعة كلياتها. فرفيقي صار يحكي معهم باللغة الانجليزية، صار يقولوا له انه خلص انتم مسكتوا، بس شفتوا البوليس لا تركضوا، لان في غير اشخاص بوليس بيضربكم، نحن ما راح نضربكم. وفعلا هذا اللي صار، مسكهم وما ضربهم وهن رايحين على السيارة. قال لهم انتم اليوم مسكتوا عادي مو مشكلة، بكرة ارجعوا حاولوا. يعني شوفوا كيف عم بيحكي معهم البوليس. طبعا البوليس حظوظ. البوليس يلي بيجي بيمسك المهاجرين حظوظ، انت وحظك. في بوليس بيجي معصب فورا على الضرب، في بوليس بيجي يعني شقد ما عذبته يعني هيك ما بيضربك. المهم يا جماعة، شوفوا يعني كيف الرحلة هاي صارت من اغرب القصص اللي رح تسمعوها. اخذن البوليس كلياتهم المجموعتين طبعا، مسكوا وراحوا على سجن ابو شبك. اللي بيعرفه اللي محاول اكيد بيعرف هذا السجن. راحوا على سجن ابو شبك وضلوا من الصبح للمساء هنيك، والمغرب اخذوا البوليس اليوناني وقطعن على الطرف التركي. واول ما وصلوا على الطرف التركي يا جماعة، بيمسكن الجندرمة التركية وبتحكي لهم انتو شو عم تساوي هون، ما شو عم تساوي هون. اخذن على نقطة تركية ما بعرف كم ساعة. بعدين بعد ما صارت هالكم ساعة يا جماعة، الشغلة اللي انا ما عم بقدر استوعبها، الجندرمة التركية جابت بلم عطتن اياه، قالتلن قطعوا على الطرف اليوناني لا تضلوا عنا. اقسم بالله انا وقت سمعت هذا الحكي يعني ما بعرف كيف، قلت له كيف هيك صار معكم؟ قال لي والله هيك صار معنا، عطوهم بلم قالوا لهم روحوا على الطرف اليوناني لا تجوا لهون. المهم يا جماعة، يعني غصب عنهم مو انه بكيفهم، طلعوا بالبلم وهن يعني ما معهم اغراض ولا معهم موبايلات ولا معهم شيء، يعني شو بدهم يساوا على الطرف اليوناني. راحوا على الطرف اليوناني، دخلوا بالاحراش، غيروا المنطقة ما بعرف كيف، راحوا يعني بعدوا عن نقطة وهن عم يمشوا. طبعا البلم ما بعرف كيف ضل شخص رجعوا على الطرف التركي ما بعرف كيف، بس المهم قال لي رفيقي انه البلم رجع على الطرف التركي، في شخص رجعه. تمام، ف
المجموعة كلها على الطرف اليوناني، هن بيمشوا بيمشوا بيلاقوا بالأحراش بلم. بعد ما بيلاقوا هذا البلم لقوا بجنبه منفاخ نفخوه، وقرروا بأنه هن يرجعوا على الطرف التركي وكالعادة يرجعوا. بس ولكن هون يا جماعة يعني صار آراء مختلفة، أنه في منهم يقولوا ندخل، بس طبعا هذا الحكي يعني خطأ. كيف بده يدخلوا هن لا مع الموبايلات لا مع شيء؟ إجباري رح يرجعوا يمسكوا. فقالوا لا ما رح ندخل، يعني ما معنا شيء، شو بدنا نساي، خلص نرجع الطرف التركي. المهم نفخوا هذا البلم يا جماعة اللي لقوه على طرف النهر، ونزلوا على المي، بدهم يرجعوا يروحوا على الطرف التركي. وقبل ما يوصلوا على الطرف التركي بأمتار شافتهم دورية تركية من بعيد، على ما يبدو نفس الشرطة شافوهم وصاروا يصرخوا عليهم انه روحوا روحوا لا تجوا لعنا. بس لكن هن كملوا بسرعة بسرعة لبين ما وصلوا على الطرف التركي بألف يازور. طبعا هون على الطرف التركي يا جماعة رفيقي لوحده معه شخص تاني، شخصين رقدوا بسرعة كتير كبيرة وتخبوا بالأحراش، كان في أرض زراعية ومستنقع ما بعرف كيف تخبوا فيهم. المجموعة اللي باقي العدد الباقي كلياتهم مسكوا مسكتهم جندرمة التركية. وعم بيحكي لي رفيقي قال لي والله أكلوا ضرب، أصواتهم وصلت لإسطنبول. ما بعرف يعني رفيقي نفد من هاي الضربة ودخلوا بين الأراضي الزراعية بين ما بعرف، قال لي ساقية مي، قال لي تبهدلنا والله العظيم، قال لي تبهدلنا كتير كتير. والمهم يا جماعة رفيقي مشوا بساقية المي، مشوا بالأراضي الزراعية لحد ما وصلوا للضيعة، ووصلوا لمنطقة لقوا فيها سيارة ورجعوا فيها على اسطنبول. بس والله العظيم حسب حكي رفيقي قال لي اقسم بالله انا صرت محاول، هو صار محاول 6 مرات، قال لي مثل هالمحاولة ما يعني هي اكتر محاولة تعذبت فيها، كتير كتير تعذبت فيها. تمام، هاي قصة رفيقي مثل ما صارت حكيت لكم اياها. طبعا يا جماعة بعد ما خلصت لكم قصة الرفيقي اللي صارت معه، في خبر اليوم نزل لسه اليوم، على الاغلب هاي الحادثة امبارحة صارت، لاني امبارحة انا شفت منشور على خلية الانقاذ كانت عم تحكي عن مجموعة محاصرة بمكان، بس ولكن احتمال كبير يطلعوا قصتين مختلفات، ما بعرف اكيد هديك غير قصة، لان المكان اللي محددينه على الخبر اللي راح احكي لكم عليه غير المكان اللي محددته خلية الانقاذ على المجموعة اللي عم تحكي عليها على الفيسبوك. المجموعة يا جماعة اللي عم بيحكوا عليها على الأخبار على الصفحات اليونانية، في مجموعة من 30 شخص محاصرين في جزيرة، رح حط لكم الصورة محل ما هن المحاصرين قريبين على ضيعة اسمها ديديمو توشو، ما بعرف كيف باليوناني الله أعلم، صعب كتير أنا هالاسم أحكيه، ديديمو توشو هيك اسمها. فهي الضيعة اليونانية عن النهر، هي قريبة عن النهر بالجزيرة بقلب النهر، محاصرين 30 شخص، كاتبين بالخبر استنفار كبير والبوليس مستنفر كتير بهديك المنطقة، وبعت للجزيرة فرق انقاذ وفرق اسعاف لحتى يطالعوا هدول 30 شخص، لاني منظمات انسانية كبيرة حكت مع البوليس اليوناني وقالت لهم انه هدول 30 شخص محاصرين بهاي الجزيرة وبدهم حدا ينقذهم. هذا الخبر يلي حكيت لكم اياه، وهي قصة رفيقي، والسلام عليكم.